باب ما يوجب الغسل وصفته. يجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، واضح الجنابة هذه بالإجماع، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، هذه هي الجنابة. الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء الجنابة المني، ماء الغسل من ماء المني، فإذا خرج ماء المني وجب الغسل، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. إذن الجنابة وهو خروج المني، سواء خرج المني بجماع أو خرج المني باحتلام في النوم أو خرج المني بتعمد إخراجه ويسمى بالاستمناء، بأي صورة خرج بها المني فإنه ينتقض الوضوء.